وصفتنا النهاردة من روايح الزمن الجميل. هعمل معاكم الفتة المصرية على أصولها، هقولك على شوية أسرار وتريكات حصرية هتخلي ريحتها تجيب لآخر الشارع. كمان هقولك على التسوية الصحيحة للحمة علشان تستوي معاكي في وقت قليل جدا وتبقى دايبة وناعمة وطعمها زي السكر. قبل ما نبتدي وصفتنا ما تنسيش تدعموني بلايك وشير للفيديو، وتعالوا بينا يلا نبتدي على طول. في الاول بنبتدي بتقطيع اللحمه. اللحمه انا بغسلها كويس وبصفيها من الميه، وبعدين علشان اللحمه تستوي بسرعه معاكي يعني يفضل ان احنا بنقطعها شرايح كده في الاول، وبعدين بنقطعها بالاحجام اللي احنا عايزينها. كل ما كان الحجم صغير هتستوي معاكي بسرعه، لكن لو كانت مكعبات تخينه هتاخد وقت معاكي في التسويه. لما نكون هنسلق اللحمه يفضل ان احنا نجيب اللحمه اللي هي ما فيهاش سمين كتير او ابيض كتير علشان الشوربه ما تبقاش دسمه زياده عن اللزوم. بنقطع اللحمه بالشكل ده، ما تخلوش الانسجه اللي هي الطويله دي نقطعها بالطول، لا بنقطعها العكس بالعرض علشان ما تبقاش مؤذيه في الاسنان واحنا بناكلها. بص الاول بنعملها شرايح كده زي ما انتم شايفين، وبعدين بنقطعها بالحجم اللي احنا عايزينه علشان تستوي بسرعه معانا. بعد ما بقطع اللحمه اللي معايا دي انا ما بغسلهاش تاني لان كده كده هي مغسوله. بعدين انا جبت بصله، البصله دي صغيره على فكره، هقطعها مكعبات صغيره خالص خالص، او ممكن تفرموها في الكبه يعني براحتكم، بس هي ما كانتش مستاهله يعني. دلوقتي انا هجيب حله واحط فيها شويه سمنه، ولما تسخن السمنه انا هنزل بالبصله. وهقول لكم يعني الطريقه دي ممتازه جدا، بتخلي طعم اللحمه مسكر كده مميز جدا غير لما بنسلقها السلق العادي. دي طريقتي في سلق اللحمه على فكره. بصوا احنا مش هنستنى لما البصلة دي تصفر ولا اي حاجة، مجرد بس ان ريحة البصلة اشمها كده ببتدي انزل مكعبات اللحمة، وما بنزلش اللحمة كلها مرة واحدة لان لازم الحلة تكون سخنة علشان اللحمة ما تنزلش المية بتاعتها وبالتالي تبقى ناشفة. انا عايزة اللحمة تحتفظ بالطراوة بتاعتها، ما بقلبهاش في الاول، بستنى لما تاخد صدمة وتتقفل المسام بتاعتها وبعدين بقلبها على الناحية التانية. وبعدين بفضل اقلب فيها شوية كده حلوين يعني حوالي كده 10 دقايق. وبعدين انا ضفت ملعقة صغيرة من السكر، السكر على فكرة بيخلي اللحمة تستوي بسرعة وبيبقى طعمها مميز جدا. ودلوقتي ضفت ورق اللورة، على فكرة ورق اللورة مفيد جدا، بيحول الدهون الثلاثية لدهون احادية. وبعدين ضفت مية مغلية، لازم المية تكون مغلية، ولو طلع ريم على الوش كده احنا بنشيله يعني بكل سهولة لغاية ما الشوربة تبقى زي الفل. وبعدين هبتدي اضيف الخضار اللي هيطعم الشوربه دي ويخلي طعمها زي السكر. انا قطعت جزرتين وقطعت طماطمتين وقطعت بصلايه صغيره برضو وسبتهم كده. وبعد نص ساعه من الغليان ضفت نص ملعقه من الملح، وبعدين هسيبها تستوي على نار هاديه جدا جدا. افضل تسويه للحمه ان احنا نسيبها تستوي على نار هاديه جدا جدا. دلوقتي تعالوا نعمل العيش اللي هنحمصه ونستخدمه في الفته. انا جبت طبعا يعني اختاروا العيش اللي انتوا حابينه، يعني انا الكميه دي كانت مناسبه بالنسبه لي، عايزين تكتروا او تقللوا براحتكم. بحب افتح العيش الاول كده وبعدين اقصقصه بالمقص، الطريقة دي بتبقى سهلة ومنجزة وبتخلي لي شكل العيش يبقى مترتب وجميل برضو. لو حابين تقطعوا بايديكم يعني مفيش اي مشكلة. انا قطعت كل الكمية اللي انا عايزاها، وبعدين حطيت ملعقة واحدة بس من السمنة، سمنة سايحة، وابتديت افركهم كلهم مع بعض. لو مش حابين تضيفوا سمنة على فكرة مفيش اي مشكلة، ممكن تدخلوا الفرن على كده، لكن السمنة برضو بتخلي ريحته حلوة كده ومفحفحة لما بيتحمص. بعدين دخلته على فرن على درجة حرارة متوسطة لغاية ما يتحمص براحته. في الوقت ده الشوربة زي ما انتم شايفين هي لسه بتستوي اللحمة، اخدتها على العين التانية وحديت عليها النار، وجبت حلة وحطيت فيها راس كاملة كده من التوم يعني بمثابة ملعقتين كبار من التوم المفروم. وقبل ما يتحمص ولا حاجة بضيف عليه الكزبرة عشان تبقى ريحته جميلة. هبتدي اقلبهم مع بعض لغاية ما التومة دي تبقى لونها كده ذهبي، وبعدين بضيف خل وبقلبهم شويه مع بعض. وبعدين دلوقتي هاخد نص الكميه دي وهحطها في طبق وهركنها على جنب، وخليكم فاكرين هقولكم هنعمل ايه بيها بعد شويه. دلوقتي جبت، لو انتم مش عندكم صلصه يعني ممكن تستخدموا طماطم تفرموها في الكبه او في الخلاط وتصفوها وتحطوها على التوم والخل، لكن انا كان عندي صلصه الطماطم دي اللي انا عاملاها في البيت مش بشتريها من بره على فكره. ضيفوا الكميه اللي انتوا حابينها، وضفت عليها ملح وفلفل ومكعب مرقه، وهسيبها لغايه ما تتسبك يعني الماده الدهنيه تطلع على الوش كده، تبقى خلاص اتسبكت معايا. في الوقت ده انا هاخد شويه من الشوربه واضيفهم على الصلصه علشان اخففها لان هي كده تقيله. طبعا بصفيها علشان اتخلص من الحاجات الزايده اللي في الشوربه دي. بصوا بقى دي
الفتة الجميلة بتاعتنا دي، عارفين الصلصة اللي بنحطها على الفتة هي دي بقى اللي بتطعم لي الدنيا. دلوقتي انا هجيب حلة وهحط فيها شوية سمنة على زيت، وبعدين كنت غاسلة رز مصري وصفيته، انا ما بنقعش الرز عشان ما يتكسرش، وبعدين حطيته في الحلة وضفت عليه شوية ملح وهبتدي اقلب فيه، وانا بحب اقلب الرز شوية حلوين علشان يبقى مفلفل كده ما يبقاش معجن. بصوا لغاية ما يبقى مفكك من بعضه كده، يعني هو لسه مغيرش لون، ممكن تسيبوه برضو لغاية ما يبقى واحدة ذهبي وواحدة بيضة، يعني مفيش مشكلة حبة وحبة. بعد كده ضفت مية، وبعدين هضيف شوربة، يعني نص كمية السوائل دي مية ونصها شوربة. طبعا بنصفي الشوربة عشان تبقى برضو نقية. عايزة اقول لكم الطريقة دي بتخلي الرز ده طعمه زي الرز المحشي في الحمام كده، بيبقى طعمه مميز جدا الرز ده. دلوقتي اللحمه كانت خلاص استوت وزي الفل، انا سويتها على نار هاديه جدا، فصدقوني بتفرق كتير في طعم اللحمه. بصوا انا كنت بوريكم يعني ان هي مستويه، فكانت بتزحلق بالشوكه فاضطريت برضو امسكها بايدي. المهم انا بحب احمر اللحمه، ما بحبش اقدمها يعني في الفته وهي مسلوقه، لكن في ناس بتحب تقدمها وهي مسلوقه، فانتوا براحتكم. بصوا بقى شويه الخضار اللي حطيناهم في الشوربه خلوا لون اللحمه جميل ازاي في التحمير. الرز كمان اهو استوى، بمجرد ما بيشرب السوائل اللي فيه انا بغطيه وبطفي عليه النار وبسيبه يستوي على البخار. في الوقت ده كل حاجه كانت جاهزه معايا وخلاص، العيش اهو بقى متحمص وزي الفل، شايفين لونه جميل ازاي؟ انا بحبه كده بصراحه. دول شويه التوم بالخل اللي انا قلت لكم هنركنهم على جنب، اخدتهم في طبق واسع شويه، وبعدين هجيب الشوربه وهصفيها بالمصفه عشان تبقى نقيه كده، وهحطها على الطشة دي عشان تبقى برضو مميزة جدا، يعني بتخلي طعم العيش بياخد من نفس الأكل ما يبقاش مختلف. دلوقتي هجيب طبق وهحط فيه شوية عيش، طبعا الكمية اللي انتوا هتستخدموها يعني براحتكم، وهحط عليه شوية بقى من الخلطة الجميلة دي اللي احنا عملناها دلوقتي، بتخلي طعم العيش مميز جدا. بعد ما قلبت العيش الرز خلاص كان بقى زي الفل. بصوا لما سبته يكمل التسوية على البخار، الطريقة دي على فكرة ممتازة جدا في فلفلة الرز. هنبتدي نغرفه دلوقتي ونقدمه، هتقدموه بقى بسيرفيز او في صينية او في اي حاجة تعجبكم. بحاول اقرب لكم بس شكل الرز عشان انا معجبة بيه بصراحة. دلوقتي هنجيب العيش. بصوا بقى الجرنش ده يعني حسب ذوق كل حد، في ناس بتحب تعمل الفتة ازاي، بتحط الاول في الطبق العيش المتحمص ده، وبعدين بتحط عليه الرز، وبعدين بنحط عليه من فوق اللحمة، لكن انا بحبه بالطريقة دي علشان العيش ما يبقاش مبلول تحت الرز، انتوا فاهميني، انا بحب يكون فيه سنة قرمشة كده بيبقى مميز جدا. بعدين حطيت اللحمه من فوق، وبعدين هنبتدي بقى نحط الصوص الجميل ده. بصوا شويه الصلصه دول بيخلوا الاكله كلها كده في حته تانية خالص خالص خالص. يعني كتروا منها على قد ما تقدروا. شايفين انا حاسه ان انا برسم لوحه فنيه مش بعمل سيرفيز، يعني الاكل ده فن. عايزه اقول لكم العين فعلا بتاكل قبل البق، شايفين الطعامه والجمال بجد بجد، الطريقة دي فوق الرائعة. انا عايزاكم تجربوا الطريقة دي من غير نقاش وما تشكوش ابدا ابدا فيها. الطريقة دي من ايام تيتا ومن ايام ماما، يعني انا مش مفتكسة فيها ولا اي حاجة، هي الطريقة دي من ايام جدودنا. عايزة اقول لكم طعمها وريحتها في منتهى الروعة والجمال، ريحة الفتة بالطريقة دي وطعمها بتجيب لاخر الشارع، انتوا مش متخيلين. شوية حاجات بسيطة عملناها فرقت كتير جدا جدا في تاريخ الفتة. بصوا بقى اللحمة كانت مستوية ازاي ودايبة وناعمة، كمان الرز مفلفل وجميل، والعيش متحمص واخد من طعم الفتة، واخد من طعم الصوص الجميل الصلصة اللي احنا عملناها دي. بصوا بقى اللحمة مع العيش مع الرز حاجة كده في منتهى الروعة والجمال. لو وصلتوا لغاية هنا انا بشكركم من كل قلبي، كل سنة وانتم طيبين، ما تنسوش بقى تفرحوني بلايك وشير للفيديو.